حضرتك شايف لو الناس بطلت لحمه الجزارين ممكن يشتغلوا ايه؟ والله لما الناس تبطل لحمه يبقى الجزارين يشوفوا شغل بس الناس تبطل لحمه يعني انما الشغل ما بيخلصش من الجزارين ولا ليه؟ شايف ان في تاثير حاليا دلوقتي من في كتير وفي بديل في لحمه وفي سمك يعني في سمك وفي لحوم مجمده في بديل في البلد يعني اشتغل في الكاوتش ما الاثنين زي بعض ازاي يعني؟ الكاوتش انسب لهم ده الكاوتش يعني شايف دي انسب شغلانه ليهم واقرب برضه للشغلانه بتاعتهم القديمه كويس عامة اكيد هيلاقوا شغل في اي حاجه بس لسه نوعيتهم واكيد لازم ما يسيبوهاش فاهم قصدي؟ وحضرتك يعني هيلاقي شغل سماكين اي حاجه برضه طبعا لحمه هيشتغلوا فيها بقول للجزارين بطلوا بقى وبيع ما يرضي الله بدل ما انتوا كده شغالين 75 و70 خليها 45 50 الناس مش لاقيه تاكل لحمه قول لهم حرام عليكم وارحموا الشعب شويه عايزين بس رخص لحمه شويه الناس 40 30 عشان الناس تاكل لحمه زي ما حدش بياكل لحمه خالص هيشتغلوا لحمه برضه بس ساعتها هتكون اسعار بيبقى باسعار كده رخيصه تمام تناسب المواطن العادي اللي هو يعني عيشته على قده مش شرط يقفلوه احنا مش عايزين الجزارين يقفلوه ليه؟ احنا لازم ناكل لحمه دي سنه الحياه نجارين حلاقين ميكانيكيه شغلهم ما ينفعش غير جزارين بصراحه فيستاهلوا بعد ما غلوا الاسعار بقى يقعدوا في البيت بس يقعدوا في البيت شايف لهم اي شغلانه مثلا حاجه ما حدش يشتغل فيها؟ توك توك بقى لهم توك توك توك